المقابر، لأن الأعداد التي تزور القبور أعداد رهيبة، والمستشفيات مكتظة، والثلاجات ممتلئة. اللهم اجعل قبور من مات يا رب رياضا من رياض الجنات. العبرة في رحيل الأعوام وفي رحايل الليالي أن نرحلها عملا صالحا يسعدنا يوم أن تفتح تلك المغاليق، يوم أن تنشر الدواوين، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك. هذا الكتاب الذي كنت تمليه، هذا الكتاب الذي وصفه الله أنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أحصاها، أحصاها الله ونسيناها، أحصاها ربي ونسينا الإحصاء. هذا العظيم جل وعلا.